عذر كان لليه فاس الله يلا أول متعتي قفكي أنت عنيي أنت كم حيسي ما كنا بدنا نحكي عن فاس كار كيسا قبلها صومالد إني آدي آد مار كيسا دون توت وفي عن تهي تدقي مرينا أيهين صوبتا كيسس بدنا نوع عصو كلاتا بعنا صومر هل عمرك مركو بريج هوز اللي لوجها كانوا وأنا قاعد هوز جلسة أو كر أسوق هذا كيشنا هذا عادي وما دليل كرتا وإن قلين يكون دشة لكن ده كده ده إيش كاس أول يرى ده وحى أبدا عذر هذا قال ماذا اللي خاص اللي سك قاتسيو ماركيسا دوب حق ماذا إني دمرك أورك قاعدين أوحجرة أنا هناسك إيشين إيش بدن الله بصنا إلا هذا دين تحت وشيء كيسا بدن ما قادو يهدي وصلين كي قبل دوب حبك قبان كارين وحيقول هذا إني كتكتو نعم ما تقعنا شرع هذا ما هو بناء نسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخيارتها هذا نقل صعوتاي وحال السوقاري حلقي برنامج كالليل نايشو وانو هالكان سيتوسا هذا يدين كاقسم مرين جرني حلقان وكالة وقتها لندن حتى ما حد إلهي سبحانه وتعالى إلى هذا برنامج كان عاو وحانو كوئيقي دونا مهيمة دا اي انسان كوليهين لقها محايا لدقو واحبين مهيمة وكمدة انسان كوحيالها وكوشغيسو ووحكو قبصدو إلهينا سبحانه وتعالى ونمعيه waxaan kala jecelay inaan hoosta ka xariiqo markasta oo quraanku uu ka hadlo ilaahay nimcada uu insaanka siiyay oo dhaguhu ay ka mid yihiin mar walba ilaahay dhagaha inuu ka soo hormariyo maqalka ilaa aayad quraanka kariimka mooyaane ay culimada sayniskuna ay noo sheegeen maanta inay ilmuhu asagoo caloosha ku jira uu wax maqlo oo maqalku uu asal yahay taasina waxay daliil kale u tahay qulubta dadka ilaahay ku xiran ay ku soo dhaweeyneysa دين تاني لها يوصد الله صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه يتهي الدين حقه ولذلك إلهي لفتي إيسا سبحانه وتعالى أي أصغو نفتي إيسا أصغو كور رمية إن بضان شاكتي إنه أصغو وحمقله ونماركتي أن أكلسوني سين النبي الله موسى عليه السلام وكله إيا سيابك الله وكلا حسين مهي مدد لغوه إيا مقالكو إنسان كولي إيا حتى ما برنامج كان عاوة أي أنه قادة ديك دونا مهي مدد لغاها إنسان كوليهين مركز صو برنامج كان أنا الصهر فريسنا أنا يلا خاطير تكلأي وليبر دكتور عبشر وعاو مركز مرتين وانا هذا جم هذا علينا مروا البوح عصوان هري وقوم بنا نقول شخصي هم كفاية ذا ولذلك عاو وحن جعله ندين كنا كفاية سن دون تام برنامج كان أنا وقال دون تام وحيلا مهمة أو دلها الله حريرة أنتي هري وجدنا أي ماركتي أي كم فهم قرين يسوي حي هري وجاين أنت كلا يدي بوقف فاية سن دون تو وحكمذا وحيالها لقوه أي ماركت مهم كإليه وحكمذا مقالك وكليه ماهن قفك ميزان كيسا ما بالانسي كيسا أيه كنترولان وحان هريو وغا ماهين لكن برنامج كان عاوة ينوكو وغان دونا حدي لهي لهذا المها يرر انفكشن كمحو لقاها مر البوغة قدعا ولقو لعامو سيدا يانو وقو بدن يهي كارهان حلق قبوغو وكو لعوه كلا أو أي دوريقو هايو كلا دادك واوين لقاها محيق قاركوضو بيلان أما مقالك وغا عصل هذا maxaa waxyaalaha sababa madax xanuunka badan iyo dhagaha markay ku xanuunayaan maxay isku la socdaan waxyaalahaas iyo muuro kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijkan caawa idinkuna waxaad uga qayb qaadan doontaan sidii caadiga ahaydba khadka taleefanka iyo waliba emailka a.xafila@tvuniversal.net iyo waliba aaladda twitterka idinku mar walba nagala qayb qaadataan waana idinkaga mahadcelinaynaa waxaanu ka hadlaynaa mowduucu waa dhagaho kaliya insha allahu tacaala haddiisan dhagaha la xiriirinin su'aashaadu فضلا ولا لها كلا خدك تلافهم كهكبو حيني بلسان سولو ويو مرتدي إذا خاصك عاوة والدكتور أبشر عبد الله منصور وأستفع روغة رسان دكتورة ويلكم تليدنا شو آدي آدي يان أولو هاي وما سنتاي سيدا شرفت لي وناك مروال بأي سولو يسيد عبد الحافظ وهياك دكتورة وحن جعلها إنا المركور إن شاء الله تعالى بل أنود المرتد انت عنا داوضياش صورت السنين مهمة دا لقوه أي ليهين okay in sida adiga mar hore la ogo dhawaaqday dhigta in waxay qabataa maqalka kaliya maaha ee waxay kala qabataa ay aad ay u qabilsan tahay qofka miisaaniyada ama socodka ama maxaan ku lahaa qofka hadduu raaco inuu kor u socdo ama hoos u digaayo liftiga xiyaba qabilsan wiishka dhaham ama liftiga marka la koray inaad kor u socoto diyaaradina saarantahay in diyaaradu kor u socoto ina hoos u soo degayso waxyaabaha soo dhan ayay miisaanka ay kontrolashaa
dhawaaqana saautaqaanid banaanka ka imaanayana inuu kala duwan yahay caadi ahaan deyan ahaan aan u maqalnaa gariir laakiin nerva ku jiro tartiib hada u sharxi doona nervahaas ayaa qaadaya dhawaaqa oo geynaya maskaxda maskaxda ayaa tarjumeeyso hal u fasireeyso codkaaga hadaan maqlo marka le in xusuustana waa la gelinayaa codka mar labaad hadaan maqlo hadarada fasiradooda waxaad odhan maskaxda ayay tagayaan marka xubintan oo dheegta ah aad ayay muhiim u tahay anigoo jeclaan lahaa inaan bal hal aan u tusno sawiraha doctor lagu soo socda aan jeclahay inaan walaalsheeyo tan waa dhegti waxay ku qaybsan tahay saddex qaybood ay u qaybsan tahay haddaa fiirisid qaybta banaanka taallo ilaa iyo tubada iyo qaybta dhexe oo ay ku jiraan laba yaryar oo maxaan ku naqmay inda la dhaho iyo qaybta dambe sida hadda meesha wareegsan oo kale cochlea la dhahaa iyo saddexda lafood ee warwareegsan waxay dhahaan bisha oo half ah semilunare dhahaan kuwaasoo isku dhegan waa gudaha macala laftaasoo ku dhegan brainka maskaxda ayay ku dhegan tahay haddaa aragtid bahlada cadaanka oo meesha ku dhegan waa nervaha sideedaad 12 nerva jiro oo maskaxda dirita uga soo baxa kan waa nervihii sideedaad ayaa meesha dirita u tagaayo oo laba u kala baxaya halna qaybta miisaanka aadaya halna qaybta maqalka aadaya marka nerfayaasha shiisi waa xubnaha buuga weeyaan cad ugu dambeeya ugu dambeeya ayaan ka hadlaya qaybtan qaybta dhexe ee dhegta oo dhawaaqa uu soo galo waaye kan oo maxaan ku dhahaa pinkaha ah dhawaaqa meesha soo gala meesha badanaa wasaqda ay ka samaysan wax waxaa la dhahay ama dhukayga uu ka samaysmo waa halkaas waaye marka dhawaaqa uu soo baxo ayaa wuxuu ka banaanka ka imaado wuxuu ku dhacaa bahashaas timbana la yirahdo waa sida durbaanka oo kale markuu ku dhaco ayuu isagana wuxuu sii garaacaa lafa yaryar lafaha yaryar ee cad ee gudaha ku jira sii garaacaa kuwaas ayagana waxay sii garaacaan ay u tagaan cochleaha oo laftaas ah laftaas dhexdeeda waxaa ku jira biyo biyaha ku dhex jira unugyaha ku jira unugyadaas waxay leeyihiin chilia ayay leeyihiin farafara ayay leeyihiin iyagaana specialisato u ah oo maxaan lahaa waa kana hadda hadaa gudaha sii tagno timbanihii aan ka bilaabaynaa tegtid waxaa arkaysaa kan cad waa laftii waxay garaacaysaa bahalkan binkiga ah cochleaha la dhaho markay garaacdo ayaa waxaa ku jira biyo codkii markaas dhawaaqa biyaha ayuu dhex galayaa nervaha ayaa qaadayo hadhowna maskaxda ayuu tegayaa marka meesha uu ka bilaa durbaanka mujeeda oo timbanaagan baluga ah waa mikrofoonkii mikrofoonkii dhegta waaye wuu soo qaadayaa nooc kasta oo dhawaaqa ayuu soo qaadayaa xataa markuu qofka hurdo hadhow lafahaas loo gudbinaa way garaacayaan waxay u gudbinayaan cochleaha oo maxaan ku dhaha laftan weyna labada qaybood aa u jeedid qaybta waa wareegsan oo dhinacaas ah oo waxaa la dhahaa semilunare ama bisho half ah oo kale la dhahaa kuwaas waxay qaabilsan miisaanka socodka oo qofka bini aadanka ah qaybtan kalena way gudbinaysaa dhegta hadda markaa aa fiirisid oo dhinac loo jeexo waxay leedahay oo aada muhiim u ah haddaa aragtid marka kasoo bilowda gees aad gudaha gashid meesha dhukayada ee wasaqda ay ka samaysato cagaarka oo hoos sii aadaya waa doleel ostakio tube aa lahaa tubekaas wax alla wixii wasaq iyo wax walba ayuu dhunta u gudbiyaa marka nadiifinta ayay ka qayb qaadataa mashaakilaad fara badan ayaa ka imaan karo waana gudaha ayaan usii gali doonaa marka dhegta markaa aragti carjow ayay ka samaysan tahay tan banaanka taallo gudahana laf ay kasa hadda haddaa fiirisid waa wax ama dhukay oo dhegta dhub siiyey waxay keeni kartaa inay xirto uusan qofka wax maqlin xanuun ay u keeni kartaa infection ay keeni kartaa waxyaabahan waxiga la dhahayo dhegta soo saarta oo loogu talagalay cadaan ahaanay usoo saartaa maxaa la dhahaa wax cabdirashiid tan waxa waaye hadda ustaki tubekaan ku tusaayey cunug yar infans ah iyo qof weyn qofka weyn way janjartaa diritamenta dhunta tege laakiin cunuga yar maadaama dadabdadab ay u taallo ayaa wixii wasaq ah ma tegi karaan dhaqsi dhunta ma tegayaan saas daraaddeeda way fadhiisanayaan infectionka saas daraaddeed cunugu ugu badan yahay marka oo qofka weyn aa u fiirisid way dadban tahay oo hoos hoose u socotaa way qulquleysaa tan kale cunuga immunitis difaaciisa ma aha maxaan kuna mid matuura ama mid qaangaartay ma aha maalin walba wuxuu bartaa jeermi cusubu bartaa tan haddii aa aragtid arag dhegta gudaheeda timbanaha markaa tegtid timbana wasaqaysan timbana waa durbaankii aan kuu sheegay gudaha markaa sii gelisid aad microscope waxaa ku arki kartaa otoscope
midka kore waa mid wasaqaysan tan hoos waa mid nadiif ah oo durbaanka nadiif ah hadii lagu hadlo caadi u gudbinaya dhawaaqi kan kor laakiin dhawaaq hadho mushaakil uu iman kara ama xanuun uu iman kara ama infection uu keen karaa kan waa tusaale aan soo qaaday tinta timaha ku dhex yaala gudaha tubada dhexdeeda waaye external qaybta banaanka tubada ah marka aad ka tagtid dhigta banaanka waaye waxay ayagana ka mid tahay difaacyaasha ilaahay siiyay dhigta ayay timahan ka mid yihiin wasaqda maadaama banaanka imaanaysa ayay ka celinaysaa dhigta gudaheeda qofka marka oo ay ku mushaakil uu ku imaado ama qof yar aad cunug yariiska xanuun hadii uu qabto dhigta wuu xoqayaa qofka hadduusan wax si fiican u maqlaynin mushaakilaadku waa dhex geli karnaa calaamad ayay u tahay yaah inuu ku dhaho ama iigu celi hadalku uu ku dhaho tan laba nooc waa in suuf aan la isticmaalin haddii wasaq la isticmaalo suufkan qalad waaye oo la awal la isticmaali jira haddaa la ogaaday waxaa ka wanaagsan in la isticmaalo maxaan ku dhahaa cleaning oo la nadiifinayo biyo la isticmaalayo hab ayaa soo baxay tan waxaa la arkay mushaakil aad u weyn cunuga yariiska lagu sameynayo suufka dhegta la gelinayo wasaqdii ayaa gudaha kusii riixaysaa ama derbiga ayaa qarxin kartaa ama durbaankii ayaa qarxi karaa marka laakiin kan dhinacan si nadiif ah ayaa loo hawaaka hadda haddaa ujeedid tim banihii ayay dhex martay qofkii intuu nadiif isleeyahay xuubkii bay dilaacisay ama hooyada ama aabaha intuu cunuga ka nadiif isleeyahay ayuu ka dhex baxayaa hadhow durbaankii haddaad dilaacisid dhawaaqii sidii loogu talagay ma u gudbayo marka kanna mashaakil ka mid ahaa kanna waa ujeedaa cunug oo dhegtiisa malax ka socoto tim bana dhee qeyb yar ka qarxay oo kor ah qofka kor oo masawirka caadiga isagana waxaan ku tusayaa neerfaha oo neerfaha maxaan ku dhahaa trigemina ayaa ladhahaa neerfaha oo maxaan ku dhahaa ayaa mararka qaarkood neerfaha saddex qeybo u kala baxaa trigeminaha sawirka ugu koreeyo kaas haddii neerfaha oo infection ama waxyaaba qaaro wuxuu ku siinaa signal false ah oo inay dhigta xanuunayso marka waa inaad iska hubisaa qofka markuu ku imaa dhigta ay xanuunays ku dhahaya neerfahaas oo dhigta agteeda soo maraayo oo trigeminal lagu magacaabo ayaa marmar infection jiri karo oo ku siin karo xanuun oo aan dhigtana ahayn qofkii laakiin dhig ahaanu kuugu imaanayaa kaas waa mid aan usoo qaada daawooyinkan waa daawooyinka usoo qaada kan waa qalabkii la isticmaalayay marka qofka laga shakiyo ama mashaakil uu jiro audiomaterial ah qofka meeshaa la geliyaa dhawaaqaa lagu furaa waa inuu batooma taabtaa waxuu maqli kara la arkaa kan kalena oo tuska buu qaadanaya markaa fiirinaysid dhegta gudaheeda aa eegaysid oo inay nadiif tahay in wasaq ku jirto in infection uu jiro in aad ku arkaysid marka examyaal waay dad waxaa jiro ku dhasha dhegta banaanka oo yar haddaa fiirisid gabadha ama wiilka oo dhegtiiba aana samaysneyn gudaha wax walba waa samaysnayn laakiin banaankii ayagana wax qaliina lagu sameeyaa waa loo hagaajiyaa waa la hagaajiyaa markii oo mushaakilku aada u badan yahay cunugu uusan wax maqleyn ama wax aan maqleyn qalabka oo loogu talagalay wa aada u badan yihiin mid dhegta lagu rakibo mid dhegta korkeeda lagu rakibo ay u kala baxayaan marka kan daawadii ayaan jaa aan gaarnay doctor waa mahadsan tahay dhowr waxyaaladan rabi inaan kaa weydiiyo sawirada hadda aragnay sax hadda waddankan waxaa la isticmaalaa qoriga arkisi oo xuubka dilaaciyay suufka afkulahaa baa la isticmaalaa anagu markaan soomaali joogno kabriid baa la isticmaali jiray kabriidka inta afka la ruugo sida cadayg oo kale kaasaa la isticmaali jiray waxaa kaloo jirtay habeenkii ilmuhu markuu seexan waayo waxaa dhegta looga shubi jiray subag bayl ah subag kulul baa dhegta looga shubi jiray especially hawdka anugu meeshaan ka yimid waxyaala dhibaato intee leeg waxaa isku yeeni kara cabdixafiid hadaa u arkaysid qoriga ama kabriidka la isticmaalayo ama waxa aad gelinaysid tubo waaye dhexda tubada marka waxaa samaysmay wasaqdii wasaqdii waad kusii riixaysaa soo ma subixinaysid haddii wax yar xataa uu kuusoo raaca kabriidka ama suufka uu kuusoo raaca inaad soo bixisaa u malaysaa laakiin waa sii riixday ilaa ay durbaankaa gaarsiisay si fiican ayaa dhaawac u gaarsiin kartaa tan kale meesha maxaan ku dhahaa subaga la isticmaalaya hadda saliidaa la isticmaalaa laakiin laba dhibic wax badan laguma shubaayo laba dhibic ayaa lagu shubaa oli olivid ahaan oo nadiif ka dhigaayo wasaqda ilaahay ugu talagalay wasaqdaanaytay nadiifkeeda meesha laftirkeeda waxaa soo saarta dufanay soo saartaa dufankaas wuu iska qulqulaa sababtoo ah wasaq fara badan ayaa dhegta gasho maalin kasta marka haddii wax kulul dhegta lagu shubo iyo haddii wax qabow lagu shubo ya haddii wax qabow ah dhegta lagu shubo qofka wuu wareeraa
dhibic qaboob ah marka la nadiifinayo waxa la isticmaalaa warm jirkeen meeqo waa temperature kis waa 37 oo kale ama 36 oo kale biyaha ama waxyaabaha lagu nadiifinayo oo mashiinka uu isticmaalaysid intaas degree oo 37 ama 40 oo kale ayaa gaarsiinaysa sababtoo ah jirka ayay la mid tahay laakiin hadii biyaad ugu sii kulul ama biyo qaboob ah ku shibtid qofka waxa uu keenaysaa in wareero wareer ay u keenaysaa waxaag doktor oo soo noqonayna qaybaha kale dadka ayaan fursad siinayna hadii la helo hadda sawirka aan inanka yar ameenanta yarta dhagtu usku ku ka socday waan idin tusnay ramshku waa caafimaad sida awgeed haddii hilbi baris la dhacayseen oo marqaanka ka jeeray oo idin karaa ligelinina waxaan jecelnaa iminka ugu gudubna khadka taleefanka insha Allah taala laakiin su'aal aan isleeyahay dad badan oo caawa taleefan soo diray way weydiinayaan waan jecelnaa ka hortago su'aashaas waxay tahay wiigii hore halkaan waxaan ka hadalnay bidaarta iyo dhibaatooyinka ay leedahay ama sidii maxay tahay waxyaalaha keena loo fiirin lahaa dabadeed nin baan soo wacay abshir magaciisa inuu ahaan jecelahay bashiir bashiir wuxuuna sheegay sariidu inay jirto boqolaal email ayaa dunida idinkoo meelo kala duwan jooga ii soo dirteen bashiir iyo emailkii ay soo qoran ku iri iyo macluumaadkiisii midnaba ma helinin sidaa awgeed barnaamijka sidaa awgeed macluumaadan idin siiyo ma aanan helinin bashiirna wax wara kama helinin aqoonna iskumaan la lahayn oo wuxuu ka mid ahaa dadka taleefanka soo diray qof ka mid ayuu ahaa marka insha Allah tacaala hadii uuna maqlayo na.hafira.tvuniversal.net ayuu emailka noogu soo diri karaa macluumaadkiisa iyo asriida uu sheegayo inta ka horeysana waxaan jeclahay insha Allah tacaala inaan isaga ka warsugno laakiin barnaamijkan arintaas aanan caawa kaga hadlinin iyo cudur kale oo nooc kalaaba waxaanu ka hadlinaa dhagaha iyo xanuunada ku dhacay iyo sida looga hortago iyo daawooyinka jira waxaana insha Allah tacaala dhowaan idin ku soo maqan xayeysiin ku saabsan doctor abshir iyo dhakhaatiir kale oo fara badan oo soomaaliya xarun ay ku leeyihiin waqooyiga magaalada London marka qalimo soo qaalta saad u qorataan afkiina hooyay ku hadlayaan waxay leeyihiin dhakhaatiir cudurro kala duwan ku takhasustay oo insha Allah tacaala idinkaa qabtiri doona dhibaatooyinka aa markaa sheeganaysaan ayagoo ay dhakhaatiir kale oo ajnabiyan ay joogaan qofka ugu horeeya caawa khadka taleefanka assalaamu calaykum waraxmatullah waalaykum salaam cabdixafiid soo dhow walaalay magaca maxaa lagu dhaha walaashay rooda xagee joogtaan rooda manchester soo dhow adii dhaktarku waa idin salaam waa kaa qaadnay tvga ha igala soco bliis taleefanka igala soco rooda hay abo soo daa dhaktar waxaan rabaa hooyaday dhigta xanuunayso marka waxaa weydiin lahaa dhaktarka hooyaday dhigta xanuunayso dhigtana way maxaa dhaha qayleysaa hooya makula joogta iminka ha hadbay tawa fadhida macquul ma tahay idin aan toos la hadalno ay la hadalla ay garta hooy halo asalaamu calaykum calaykum asalaam maam hooy soo dhow saa tahay waa fiicana alxamdulilah hooy aad iyo aad baan kuu mahadcelinaynaa inaad nagala qayb qaadatay barnaamijka hooy ay hooy waxaawaay dhaktarku waxaa weydiin lahaa dheg ay xanuunayso waa ay xanuun jirto marka hore laakiin haddii ma xanuunayso way qaylinaysaa waxna kama maqlaya wax badana kama maqlaya wa hagaag hooyo khadka taleefan ku jira dhakhtarkii aad u saan iskula qaadaa dhigtaan uu kuu fahmo ama macluumaad dheeraada kaaga helo doctor hay hooyo ilaa iyo muddo intee la eg waayo hooyoy wax badan labaatan sano waa dhan hal dheg keliya miya hal dheg keliya way dilaacday markay dilaacday kadib ay saas noqotay okay hal dheg keliya miya ha hal dheg keliya waa okay marka dhakhaatiirta dhegaha ma fiiriyeen oo wax ma ku sameeyeen weliga hadda ka hor suud caybi anoo joogo aan dhakhtar u geeyay daawooyin oo isiisi wax oo hadda saas oo ku titifjiyaan wax saas oo aaga gartana male laakiin dhicaanka waa joogsaday laakiin way qaylina wiib ay leedahay waana wax weyna kama maqlay hooyo ha okay hooyo mashaakilkan waxaa la dhahaa tinnitus dhahaan ingiriiska talyaani tinnitus waxaa nalooga dacwooday wiiggii hore aniga adigaba adna waxaa la yidhi ingiriis iyo waxaa isku dartaa soomaali dhaktarkuna ingiriis iyo soomaali talyaani isku dara marka naga daaya nalogu yiri marka waaye maxaa ha su-aal kalan ku weydiinana waxaa waaye habeenkii waa quuriya maxaa lagu sameyn karaa
ها تاس ايدنا اكو شيغا لكن هورتو تن هويا ان كجوابو ان هويا وهي قبطا دكتا غودهيدا ما دام مشاكل اي سومرت انفكشن او سومري دعان او كيماناي ايا غودها ماشي هداي ان كو شيغا اي كوكليها عبد الحافظ ان غود دي سومالي او فديسان اريا سومالي فربدان اي صوب بساران اريا ان او دسما جيركا ايا لو باهن ياهي تاس انغا وحاجة دكتور ليبان وحو سميه ديكشنري اف صومالي اه او كي ميديكال ديكشنري صومالي كي وري ان شاء الله سغلتي انا مرسو حسنين قوسا ودوا كان دكتور een marka een cochlea qaybta gudaha ma ayaa waxa jirto unugyo ku dhex jira unugyadaas biye ku dhex jiraan waxay leeyihiin maxan kula chilia ama waxa la farfaray leeyihiin qaa kuwaas ayaa damage dhaawac gaaray marka dhaawac marku uu gaaro ayaa waxa imaanaya dhawaaq iska yeeraya dhawaaqas qofka aad u mashaakil ugu abuuraya oo maxan ku dhaha hatta hurdada u diidaya marka waxa jirto een daween hal dheg kaliya waa hada mararka qaar kood labada dheg ku dhaca cudur ajiro manier syndrome cudur la loo kale een cudur kale ajiro oo labada dhig ay yeeraayaan qofka kaligiisana maqlaayo ha kaligooda yeeray ee mararka qaar kood oo qofka hargab ku dhaco waxyaabo ku dhaco oo wax temporary ah wax iska waqti yar ah way iska jirtaa laakiin kan waa wax oo waligiis macnaa qofkaas ku soconaayo waay marka dhaqaatiirta oo ENT da waxay ku daaweeyaan maxaan ku dhaha ani maana dhihleen ama music ama radio ama in qofka ay dhageysto shanqartaas kasoo yeeraysa shanqarta banaanka isku baabeenaya ana marka ana waxaan ku bedeli laha in hadii isticmaasho maxaan ku dhaha sheeg maxaan ku dhaha headphone geedka dhigta la geliyo oo raadiyo ama wax isticmaal ama quraan ay dhageysato oo cod gaaban ay ku dhameysato tartiib saas ah aad loogu maamula tan kale waxaa jirto daweyn sida beta histidine dawo la dhaho oo kale oo 8 mg ama 3 jeer oo kale qofka la siinay ayaa jirto oo aydan dhawaaqaasi loogu talagalay in lagu baabiiyo marka in la investigareeyo la baabi ay u baahan tahay gabadha qorada inta ma soo galeysa qorada waxay keenaysaa sanka iyo meesha qaabilsan ayay keenaysaa hoya khair ala kusiyo aan dhaqtarkaaga la xiriir insha Allah ta'ala wa dhaqtarku ku leeyahay in quraan kara dhageysay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku caafimaadin yahay hoya insha Allah waxaag aan xuradu lama xirirto weeyo dhaqtarku sida awgaad aan roodo waan ka gudbeyna khair ala kusiyo qofkii hore inoo soo wacday hooyo khad kale ku xiga salaam aleekum hello assalamu aleekum aleekum assalam soo dhawaal magaca walaal waxa lay dhahaa sayna baa lay dhahaa magacayga aleekum assalam sayna dhaqtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo walaal ay xanuunay dhagaha unta iyo sanka intaas is wada wata waa gartay aan waxaan ogtahay sayna barnaamijku caawa dhagaha ay isanka iyo dhunta kuma saabsana dhagaha un baan sheegaynaa insha Allah ta'ala ay marka wado dhagaha maxaa ka ahay dhagaha waxaan ka dareemayaa xanuun badan waxaan ka dareemayaa sidii oo wax signal oo kale oo sanni wax zam ina ilaahay oo qaylina yaani xanuun badan waan ka dareemayaa degna waxa ma daa xoogaa markaan telefoonka ku qabto oo kale maqalkeeda inay soo dhiifayso okay waa gartay seenim ku jir telefoonka insha Allah maxaa la dhahaa seenibay waxa oo cuncun ah oo maxaan ku dhahaa allergia sanka ha noqoto ama dhunta ha noqoto ama dhegaha ku cunanaa ma jira maxaa tiraysaa allergy xasaasiyad ma leedahay xasaasiyad sambor hello aseena baa ku maqalaa sambor ma leedahay sambor aa waan leeyahay ha waa gartay ay doctor marka waxa noqonaysa horta xiriirka ka wada dhaxeeya caadi ahaan dhunta bar marka infection oo ciiruurta oo kale uu ku dhaco xiriir ayaa ka dhaxeeyay tubadii aa u jeeday oo aadaysay ama kor ka iimaaneysay wasaq soo daadinaysay ayaa buuxsamayso marka tubadaas haday buuxsanto ama ay biyo gala ama culays ay noqoto ama infection qaado dhigta sida hadda ay sheegaysay ama han noqoto xanuun ay keeni kartaa ama han noqoto fiiri pressure ka cadaadiska banaanka ka iimaanaayo ayaa dheelitirtaa wasaqda kaliya ma raacdo marka taas ayaa waxay keeni kartaa xataa in qofkii maqalkii ay si ka noqdaan marka waxaan u diri lahaa in loo sameeyo test audiometry oo maqalka ah ayaa jiro in loo sameeyo oo dhegta iyo dhunta in laga fiiriyo x-ray raajo ina jiro in laga fiiriyo sinusitis ama infection ka ku dhaca lixda hool aan ka qabno sanka ay ku xiran yihiin in laga jeegareeyo oo la saxo xagga allergy-da ay qabto sayna
ها حين تاكو هلي انت عتاسكوكي حنون انت هاد الاختر كولي وحكاو ذا بحي حرير انت حنون بنكو ذا دريميا انا ارفياشو هاد السورة او لا وجه الى سنك الى دكتا ساس وكالش بحيسي او ردي وحاس او لو اسكوكي حنون يا المركز دي كل بحرير باكو ذا بحي انتو با حنونكو ايقو ذا حيا واقرتي وحان ويدين لها دخترك حقين لندن تلفون وهاك السؤال هذا ونكسن إن شاء الله تعالى قل السوق هذا ذيك الدعوة يا شكرا ما نواه وحنا نسودين هنا وحير كده بتوان من الركلة وحنا ذي نسودين هنا الدرس كام عيوان كدخاتير الصومالية ذي اسمها يستي أي لقيها لو إن شاء الله تعالى ساو قرطان ده ما يدينكو هذا أبوه ختان أو أبوه تكتان حلي جا مركب مناسب دينا أنا كأجمع علنا سين مخيم غالي شو البرنامج كثانكي يا دكتور أي إنتي أو كم بلي أنا مركز صدام دخاتير تلصو حير الملاقيه والله هو قد بينا أيه هو قد بينا إن شاء الله اوكي ثانك يو زينب وهاك قد كلو كحي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سولو عمي مقعه مقعه شريف والله واحد جوه لانك شنو جوه حاجه جوجته لانك بلاك بين بجوه اهلا وسهلا صاحب والله لو دكتورك وحان ويدينيا هويه اذا انا شفته وايلها وحان كو سو كربي سي وجوجته او اي عادي سغتها وحان لهدها ملحه سو حنونيا وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول وحنوك ينجرنا المركان وشغلنا واحدة وحيبرا في دكتة طاي دكتة مركلة في الشينة وحلقة أركن بجران واحدة عاني وقياني وحملة اسكان بامضة حلقة صارة وحملة وغماء أركن مركة وحن اخترك ويدينيا بالأرين تحسين وماركتي وحيدة السيارة وحقاك شريف خد كجر وانا كاق ماذا علاقة بقاعدة شاء الله إن شاء الله وحلقة اخترككم سؤالك الربنوك ويدية ان وحن فيلايا ان وريركان ان كان كوضع حضرنا هداي ان مخان كلها waxa jirta dhigta saddex qaybood ay qaybsantahay san kugu soo sheegney qayb banaanka taala qayb gudaha ah oo lafti oo gudbinaysay ee qayb gudaha ku jirto oo mxan kula qaabilsan balansaha iyo maqalka een qaybta balansaha qaabilsan iyo qaybta soo dhan waxa la isku dhaala labirinto marka mararka qaar kood iskaan ama waxa arbti saar ma arkaysid wax ma jiraan marka waxa jiraa infection inflammation ajiraayo oo ku dhacay een ha aya ku jiraa qaybtaas ku dhacay labirintita labirintita marka la raaxo qofka wareerkaas calaamadaha uu sheegay dhan waa lagu arkaa hadii wax yar qandha ee la socoto calaamad fiican waa ama blood test dhig laga qaado oo la arkay in white blood cells ka xooga ay sareeyaan markaas isla markii waxa roonaan lahayd in la siiyo maxan kula antibiotic daweyn ah oo labirintitaas lagu daweynayo iyo kaniniyal ayaa jira oo wareerkaas xooga hoos u dejinayo in la si ay ku fiican tahay oo ANT in ay la xiriiraan شريف ما غير اختار قوم عسي سفع ما نفهم والله لو حنكر ويدين لها نها والله لها الصومالية جوغا او اسكع عادي او نندا الورا لا دوري تبجيرا ما وحو قلي بيو او خد باشي لشوغو دين دوري تبجيرا دو قف عادي او واحد دباطا عندها كقذن كذن مغل كما كتفي بتاتا يعني ها مغل كي وحبو مغل ايو نمكو واكوسي قفو دورا وكلمونو ارنتو نوعي كبلا بتبيو وسقايسان او روب داي وقلي بلا يقول دواش أنا رانجي جينا دوت كيف جرانكو مركا ترتيب ترتيب ما مغلق وبحي مس هالمر ونبا وبحي ما هالمر ببحي هالمر ببحي أوكي أوكي مركا إنفكشن يودعان يوحكي ما ذي مجران وح الله لي وحكي ما ذي مجران ها أوكي أوكي إن مركا وح تست ها سومالي جوجا سومالي جوجا ده وش مركا أود عن مريع عن إسلام وحبات جين كتوه ولا جيني واحد بدأ واحد صفيه يحتمر وقال خايم أنا مية هدس ما قرن كرو قليل بالوجودي واحد بدأ مية أنا أوكي إن تن مغل بليدة هي اللي بلوك على سارة مغل غفك هالمر أو واحدا أي كتجان
سيد هذا ولكن وشيء جاي إما غلق أو ترتيب ترتيب أو يرادة هذا أهم قف كمركو دادي سيكون درسنته ترتيب ترتيب أو علاسك أو يرانا يا وجرك وحاسوق اللي يسمح كلها وينان أي الله سود درسيسه مركو نوعا أو كلا يوضعان وحقات أول أحسن لأن ما غلقوا ونقول كلا لبنو عنو ونقول كلا سو جود بتانكي أو سو جود باي رواقة ما ليه أو سو مراي أو بلوك كجرو مشاكل كجرو أما وحنا نقول كرا سنترال كي قيبتي جودها أهد وهذا عن كل شيء كنترول يسي إيه مسك أحد اللفتر كي إذا قيبتي ترجمة داء أي مشاكل كجري كرا وكما لبدا إن لك لصارة أي أوفي عن تعبير عجرته وأنت لصارة وحلا هذا سفر كيتو أو كلا أو وين أو لقول لفنا بيرك عليه وجريرة خوفك مرك وحلا أركايا إن جرير كاس أو مغلا إن كله marka xogaha investigation gudaha loo gala waxa la ogaanaa bal gudaha in ay shaqeynayso gariirku maqlaado ku dhahayay ma maqlaysa gariirkan hadii uu haa uu ku dhaw marka tii gudaha way shaqeynaysa marka banaanku mushaakilku ugu jira gadaala u soo noqonaysa hadhow saan u sheegayna qalabkii kala duwana oo dhigta loo isticmaalayay mid waxa jira kor laga saara mid gudaha la gali sababana loo sameeyaa mid tan gees gees loo gali sababana loo sameeyaa taas ah kuwaas marka in loo sii kaco hadii lacala uu gudaha yahayna hadda qaliima soo baxay mu maleena in oo afriki meela qaar kood laga sameeynaayo koqleyaha gudaha ku jira leftirkiis ayaa inta bir inta lagu rakibo fiilo la giliyo ayaa lagu rakibaya koqleyaha shaqadu qaban laha oo ahayd gudbinta dhawaaqa asaga la bedelaya qaar kamidna way goynaayaan mararka qaar kood waxa dhici karta lafihi yara oo durbaanka ka dambeeyay ayaa isku dhagaaya ma dhaqaaqayaan oo ma garaacayaan dhawaaqi ma sameeynaayaan ayaga leftirkoodu waa la bedelaya oo mid kale lagu rakibaya dhawaaqi dhagdhag ay gudbinayaan waa maxan wax mechanic oo kala waay marka qofkii kuma horjoogo alaabti iyo wixii dhan lagu ma rakibin marka waxay u baahnaan lahayd xogaa ama Kenya ha noqoto ama meel kale in wax bal si fiican loo baaro Sharif dastarku ma tahay walaal waxaan arin baa igoo dad badan kale oo isugayaan Kenya waa waqti hadda waa aragtay in qof Soomaaliya ka tago tago meel kale oo dhaqta aan gaadho gaari karo qofkaasi oo لو سبقت رحيلها هذه واحد تلاقي قصير دكتورة مالك لا أول لجين كرو هم وهم فيلا يا إثيوبيا مال شيء مركز أسجل مناسب لا أسجل أو جين كرو أما فيزو وهلي كرو إن مركز ماشي على لجيو أيان أن أن كلها تاني لها لكن مرجال أول لجين كرو ما قرن لها دو يو كي كي نكرو وفيانان لها ديجا لجين لها ودن كلو أمريكا دي لجين لها ماشي مركز مناسب أو ماشي كوها جاجن oo la geyn kara in la geeyo oo qalabkan laga helaayo hagaag waxa igu maqala in khatiirta Djibouti joogta oo Soomaalida inay aad iyo aad qoontood u sareeyso cudurada nooc aan kala iyo kuwa kale marka loo barbardhigo ku Ethiopia Sharif wa maasanta adii hooyo khair baan idin rajayn inaad khad kala ku xigay salaam aleekum halo assalaamu aleekum wa aleekum assalaam wa rahmatullah soo dhawow walaal waa tal waxay waxaa la dhahaa ummu Maryam baan ahay marka waa gartay oo dhagahaasa waxaan ka haystaa dib badan marka waddankan laba jeer la iga qalay dhag dhagna waxaa la yiri waxbaba iyada waxba kama qaban karnay dheheen oo waa iska sii daaye waxa la u dhammaatay marka tan la iga qalay labada jeer waxay dhahaan iyadu rajo ma lahaan marka tan kaleetana waxay dhaheen samacada iigu qoran wax la samacadahaas gasho haddii kale xumo maqli doontid markaan gashadana way dhibaano inta badan ma xirto oo ilmo yar baasta oo qeylada ay dhibta maqalkayguna aad boos u sii socdaa marka waxaan leeyahay liis badan baan le waan wareeraa saan waa wareeraa waxaa idhiba marar badan istiinkii iyo nalalkii waxaas waa idhibaan waxba isla ka dhexdaya ayaaca mar sometimes biyaha qabow kala dadan biyo qabowda ku weysayso u jeeda qabsiyo waxaa meesha inaan ku dacaadan ka baqa biyaha qabow aad bay maasay ay ugu sameeyaan wareer badan oo dhacniina hargabkoo kale iyo qufaco kale markuu xor ugu dhacaan waxaan dareema xanuun badan oo dhagihii iyo dhuuntii iyo aad u fara badan marka la xiriiri jiran waalahoro daaweyn baa la isiisiin jiray lixdii bilooda dhakhtar special ay arki jiray last four years waxay dhaheen waxba ima ararkaan ilaa marka aad xanuunsadaan biga utaga maane marka way dhawaaqana waxay leeyihiin dhawaaq iska socda
وأنا كلي أن ترى صامر أن تان كيسي فيه وحان أو حان ميت أدك كله مقلينين وآدو في ربنا ونوع نوع مركو حاس ودنا ودبانا إستا مركا أخطر كنا واسعة وقاد لي مركو حاس إقدا وين كرأي وحفر ميشتنا أخطر كرب حاجة كجوكتا إنجليزكا واستقانا يا؟ حفظنا واستقان دقنا واستقان دقنا هذا إيلم بانا إيلين بارو. أوكي. وهجاك مريم دي مرة إن شاء الله تعالى واحد يليس أختارك كل يكون جوابية. لكن واحد جعله إنه كويديو هداي أختارك وحيله يلا هاللي بده حسوس سي. دو خادك وهاي ساعة ما وريرك ما مد أذو أدوريري سيد بمس واحد كأجي على يا صعنة يا دموري سين صعنة يا. ما أنيك. أوكي وهجاك دكتور. أوكي. عبد الحفيظ وحي دي أهد وقبضان تهي على مدى هاي سودي بتي سيفي عان اي اوغيح دي يذر اللغو مقعابة منير سيندروم منير سيندروم وحوايه وحاكولا عايا نرفها ومحانكولا ها غادا ايو اي شيك ايا دي جنراسيون وحي لهان بربر ايا كولا عايا بضانا يذر كان لحلن ونغون كرا عادي اهان وقصوص على هل ديك ايا هادا ارون او مغالك استعمال ايسا هل ديك نو حالا دهي اردي مغل الاود لو مالها بضانا مركة لغاتير تو اي انتيق ايلا هايان ديك تان و اولا ماتا مركة لها هايان و مركة نرفها او دينتو اوكي نرفهي ووحا غادا اي مسكي حد جينا اي هادو دينتو مركة سيدان ديك تان وحمكا غوان كرنو لكن انت كلا اردن هذا ايسا انشا راحين اي هادا دادكو يبرانا ايان اي وحوالاق غوان كرا اي محانكو لا وحوالاق سمين كرايا لكن هدي عذر كان ولقى إن ماشي وهذا أمره لجو جوجي وده وين يروح لسيه سيد أقول لك صح بدن إيه أنتي كله إن لجو تبي أي وين أكسنت هاي منير سيندروم أيالها مركب أختار كذا اللي حيرتو بارتن سميسة إذا كنت سميت هذا أنا قلنا ما دنا سي لغاتير أو إيه أنتي أو إسبيشاليزاتها أيان سيد أقصى أما أحسنت أم مريم؟ ها وين مقلية؟ قالني يا ورقد يا الله إن شاء الله تعالى دوانا ذي داود يا شكل لو حن أود وقص وقاضي نار خاطير تنصو مالي ذا عيوان كوضا يولي وتلافن كوضا لقي هروا ما أحسنت وما أحسنتين السلامة أي من كان روحا ينكسوا سعودة حيسين تي لخاطير تماشي لقي هروا مالي ذا داود شوعد أنا ما ببرشوين تمرت لا سعودتيني يا إن حرونت عافي مادة سومالي دكتور إسميديكال سنتر يكوت على توتنهام هايرود ee ku dhigan miska sunnah lagu tala galay in dadka lagu daweeyo ugu dhan ba cudurada guud iyo cudurada carruurta iyo cudurada hawanka intaasii waxa dheer in xaruntaasi ay ka howlgalaan ilaa 13 dhaqtar oo Soomaaliya ajnabi isugu jira lagu tala galay in la gaga buuxin karo foomka la xiriira qaadashada leysimada tagaasida BCO ga iyo waliba basaska iyo waliba waraaqaha kale caafimaad dadku ay u baahan yihiin meel kasto aad joogtaan bulshooy dhaqaatiirtu waxay kugu hadlayaan afki hooyo Soomaaliga Somali Doctors Medical Center waxa kale ugu tala galay goobtaasi gudniinka wiilasha iyo waliba dadka doonaya in membership ka noqdaan ama buuxin buuxda xaruntaasi 100 iyo 100 gani qoysku sanadka oo dhan iyagoo balan u baahan in la daweenayo iyadoo waliba qof shakhsigaana 100 iyo 200 oo isku diiwaan gelin karayo yaan la moogaan meel kasto aad joogtaan intaan sheegay ka badanba inaad ka faa'iideystaan dhaqtarada 13 ka kor u dhaafay ee Somali Doctors Medical Center Tottenham High Road oo ku dhagan masjidka Sunna wixii faahfaahina kaashada dib u daawato barnaamijkan marka uu hawada ka baxo website-keena la soo galiyay aad ka arki doontaan inta kalena waxaad kala socon doontaan xayeysiintaas toddobada maalmood oo isbuuc walba maalmo toddobada maalmood oo weega ayu tv ga universal ku jira insha Allah ta'ala dabadeedna nambarka saasad ku heli doontaan waxa maasintiin daawadayaal meel kasto dunida ka joogtaan waxa dhawaan ugu soo socda video aan u jecelahay dhaqtarku inuu sharaxo balse khadka taleefanka aanu dhawr qor fursad siin assalaamu alaykum with the practitioner and the patient Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Soo dhawaad magaca? Dibca Noor wala. Ya? Dibca Noor. Nimca Noor. Okay. Raalo kuma maqal si fiican. Soo dhawaad nimca hage joogta? Soo dhawaad. Wa hagaag maxaad jecel dhaqtarka weydiiso ku saabsan dhaga? Ah walaal waxa weydiin lahay wiirkayga yar baxnay class tiya dhaga. Mhm. Nimca jirwe. Hello. Waa imisa jir weyn? Had waa 3 years now. Waa gartay. 2 years ago buku jiray last year la qalay waxa dhiga wuxuu qaba gormis biyo ah u jiray marka had waa laga qalay marka sanad baad ka soo wareegtay marka maxaa loo hadalka marka ma saameeyna dhiga oo biyo ay ka saareen ila taqtarka way diyaaray horey ma waxad li jiray may okay waa gartay ku yara jir khadka
صدح لقاها بيا لقى صاري لقاها لقى قلبي تربية كي جري إن مرارك قاركود وحاجران على مضى إسوة ضبطة إن كما حرنا إن محان كلها عدي عنقاس وكل شيء مقالك أو ير أما أصلا واحد مغلينين يا هدو كل شيء هويدو ويفهمي كرتا إن واحد مغلي جري كالي مركي تريدو أما إلا هذا الشو أما عيالك ولا ديلا أموها ويفهمي كرتا هدو كل شيء إنسان واحد مغلي جرين إن محن كلها كاس وسامين نسا لكن مرارك غاركود واحد جرو إن مشاكل كأبيها قلايا وغلين كلو سامين أي إن سبريت وكان نقضه إنه عنو كهذا فاكر مركا هويدا فهمي كرتو بالمركي تريد كالي إنتي كهرس عن لقلين أما إلا هذا شو ما مغلي جري أساق ما يلي جري هذا الكذا هاي نبعو awalaal barku yiraayo kal shabda uu ku jiray barta barkii dabaaqo maqalka uu soo jeesay jiray markii ma isugu yeer jiray waagartay way maqli jiray magartay ha markuu san soo gaaray buu maqalka joojiyay barka bagay waxay dhahayeen tozalays uu qaday iyo aad noise waxay dhahayeen maarka dhayaan ka jeegray waxay dhahayeen marka taqaatiir ay dhayaan bi ugu jiro ay marka saasaa way laakiin markuu san soo joogo maqalkii dabaaqada loo barkii loo yeeray masaawka okay marka ay maadaama ay galeen oo biyi ka saareen wa maxay loogu rakib waaye qalabka caawiya inuu wax maqlo baad wax uu maqlaa hadda u yeertay bulciisa boqof tala ka soo galo ha waxa qaliga ugu sabayay hadda uu maqlaa laakiin hadal aad jiray maxallay oo hooyo dadba walaalis dadu laakiin ta hadalkii dhalaab jiray ha waxa jiray ku speech therapy la laho een gruubkaasi inay la xiriirto waaye oo hadalka gooni ah wax u baraayo mar hadduu hadal maqlaayo oo jawaabay waa calaamad aad u wanaagsan waaye ee marka een kuwa kuwan oo speech therapist ah in loo gudbiyo cunuga oo ayaga ay sii wadaan arrinka inuu ay ka hadalsiyaan waaye ay nimco ha oo speech therapy hore waa loo sabay marka ay September ku neesay bilaabay insha Allah sanadka hadda ku jirro marka loo qabanayo marka waa garteen balan leedahayba wax sameeyaan markay nursery-ga markay tagaayaan ha waa adiga arkay ciyaalka guriga markaa ku soo booqdaan ha okay booqashadaas koobaad assessment ay ka qaadaan waxay eegayaan ilmaha sidoo u hadlaayo dhaqdhaqaaqiisa hadalkiisa activity-giisa waxaas loo folder bay gelinayaan way ka sameeyaan marka halkaas ay go'aan ka qaadanayaan ilmahaas developmentigiisa sidoo u yahay okay so sidaas ay sameeyaan hadhowtana folder-ka waa lagu siinaa muddo kadib dadana arkaa marka gacanta ku haysaaba speech therapist-ka hadaan ka leeyahay iskuulka joogaana marka iskuulka tago tan September okay dadkaas ay gacanta u gaadaan insha Allah khayr baan ku rajaynayaa insha Allah waxaan jecelahay inaan la soo xiriirtid asagoo caafimaad qaba hadlayo wanaag iyo khayr ku hadlayo inaanu maqalno ninka yar insha Allah ta'ala Allah ku xifdiyo insha Allah wa salaam thank you khad kala ku xiga salaam aleekum عليكم السلام ورحمة الله شو دوكر يا هذا الولد؟ إن عبد الحزم كنت أنا مريم تركا. وعليكم السلام ورحمة الله شو دو مجا؟ إن مريم ولا لا. مريم حقيقي جوك تا مريم. لندن ولا لا. أهلا وسهلا مريم. وحمد لله دكتور كينا الله حلو ويدي بحكي عبنا ورير مدح ومدح حاول كل هذا بحي بيت لا شرعة. أوكي. إن ربنا ويقيلنا إن يعني. لا بضوا. ها. magajir waxa kula weyn wareereeyaa madaxa aan mariin wuxuu kiiray dhaqtarku hooyo ima sijir weyn aan hooyo wax jira 50 meelaha meega marka mushaakil mushkiladan meega taala waxa ay taalay in adiga 6 months meelaha ha muddo dhow way marka in waan ENT the malogud be ku dhagaha qabilsan waa u geeyna marka waxa dhahan waxba ma garanayn ku haya laakiin calaamad caadi ah loo jeedo waaye haddii dhawaaq ay keligeeda dhigaha ay ka maqleyso oo mashaakil ay ku furayso mararka qaarkood hurdada xataa ka qaadi kartaa haddii wareer uu jiro maxaan ku dhaha iyadan calaamad waaye oo dhegta gudaha in mashaakil uu ka jiro marka daweyn way jiraan haddii kuwaas ay maxaan ku dhaha ay wax qaban waayeen ay iska soo direen haddii London miyaa hadii London aad joogto hadii aad rugta walking clinic ay maadid waxaan kula xiriirinayna kuwo qolooyin si degdeg ah wax kula qabanayo ayaan kula xiriirinahay jararacada maxaa sababaya jararacada waa maskaxda waaye
حدو كعظمه جلال عاد كله مسكح ذا أي كحر أنت هاي نمرك نرفاه يوحي واحد رن ويسكوا ذحريين حرقة تماها نوع حنون يعني تمام مدحة ها مدحة حركة ها وحي أبان نيورولوجي كنا ماشان ويسو قلوين أو أديك عاشي قويسيد ماركا تاتاسنا وعلى مدكة لأقوني أه أو حقا مسكحة أه ها اوكي مو انفكشن ميلة قيلة ذا محاكين يا انفكشن كليا ماها قيلة ذا إن ديك تقوده هيدا غيب تقودها أه أي محانكو لا كوكلي باها ليدهان وحكو جيرو أونوغيو أوغله فرفراله kuwaas ayaa waxa way dhaawac gaaray ama dhimanay ama mushaakil imaanayo marka dhigta dhawaaqay bixinaysa dhawaaqas saasu ku imaanaya maxaan ku dhahay ku soo baxaya ma ma fahantay ha inshaallah ah okay maryan waaba santa akhir bu kurujnaadi hooyo waxaaga maryan from london khad kala ku xiga assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum abd hafid suudu walaalkii magaca suudu abd hafid يو وحبا كاما مقال روحا جعلنا عود كريرا غادة هذا الرالي يا مقعه عمد حفين نور يرى اللي دابو نور حقيا جوكتا ابو لندن قال رسول الله سودو والالكي والا سعطي برامشك طبعا ها عمد حفين تقدر تقترك وحاوي دين روي ويلي روي اللي استادكت لغا هيا ويلي رها ويلي روي اللي استادكت لنك ميديك لغا هيا واقرتي ديكت مركا دعان دعاني سوديني مهم dhaqaatiir loo geeyay waxay dhayn qaliin la lagu sameeyay waay dhagta way dilacsan tahay marka qaliinkaas dil sameeyo hadhow maqalkiisii wax may u dhimi doontaa waay naqdir waay su'aal waraagsan weeyo nuro inaan ka yaraan isu jiraa buu dhaqtarku nur inaan ka yaraan isu jir weeyaan anigu wuxuu jiraa 20 jir waabu abdu ah okay waxaaga ويل وين واي ان ما شاء الله waxaan u maleeynaa in timbanaha uu qarxay in infection uu dhacaankaas uu keenay timbana waa durbaankii wixii inay qarxay marka waxay rabaan inay sameeyaan alxamaan meeshii zabooskiis ku caliyaan marka hadii qaliin ay oo la dhahay aan ku sameeyneena oo waxaan dhihi lahaa in fursad fiican waa inuu ka faa'iideysto oo cunugaas aan la dhaafsiinin 20 jirka in la geliyo wuxuu ka walaalayaa nur sidoo loo sheegay doctor hadii la qalo qaliinkaas dhibaato ma u keenin kara inuu san wax maqalinin ama sub complication ma u keenin kara een abdullahi su'aal aad u muhiim ah een aniga waxaan lahayd dhaqtar qaliina qaliinka marka oo la sameynayo warqada laga saxiixa wax kasto oo anesthesi marka qofka la soo xinaayo mushaakilad kasto imaana marka wax qaliisid nerva dhaawici karta mushaakil ay baan karo complication way maan karaya complication ka oo imaana marka qof la qalay laba loo kala saara ku isla markii adiga gacanta marka ku heysid oo ku imaana dhig bax oo kale ha noqdo ama dhaawac gaarsiisa nerva noqdaan iyo kuwa gadaalka imaanaaya ayaa loo kala saara marka sa adiga hada sheegayso wuu imaan kara laakiin boqolkiiba boqol hadda wax laga hadlayo waa dad specialistika oo rabaan inay fursad siiyaan wiilkan 20 jir ah maxan ku raatin baanahaas ay alxamaan ay u sameeyaan maadaama infection ay dhacaan farabadan oo jiro marka anisaas daraadeed aan u dhihi lahaa ha ka faa'iideysto xaalada ilaahay tala saara daawo raadso daawo na raadso nur aad ayaan kugu raacsanaa abdi waa ku maqlaabo khayr allah ku siiyo ebo waa maasantahay waa hagaag kaas waa ahaa nur khad kale ku xiga asalaamu calaykum Hello. Hello. TV iska baxtay walaal. Hello. Hello. Hello, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Soo dhaw magaca? Ah, walaal email baa la yiraahdaa. Wa salaam alaykum doctor Kaba. Wa ka qani email haje joogta? Walaal Bristol baan kala saalayaa. Ahlan wa sahlan. Imaanay? Walaal ha waxaan rabay inaan ku weydiiyo doctorka su'aal. Wa gartay. Waxaan haystaa in afrikira. ان وحا ku dhacay hargab uu muddo badan qabtay ان hargabkii daraad uu ku iskareeyay maqalkii ان hal dig ana waxaan ka maqlay fiican ya tan waxaan geeyay dhaqtarka waagart waxa la igu yiri marka wax air glue la dhaho baahay oo ay qabta ان dhaqtarka markaan geeyayna waxay keentay inanti xataa inani Soomaali igula hadlin oo Soomaaligu ku adag yahay hadalladii qaar aanay karayn
أنا وحن مود ترديني متقانة دي تنتهيني بالصومالي يقول هذا لكن ريدي يعني كريم با هذا الكي وقوع تكاذي ويجي فهم إيسا لكن يبو مسبع لني إيسا هذا الكي مركي هرون حالة درسي بهيد مركي عادي بهيد وصومالي وحنين بكل مهل الترين وين وكفاهم إيسا وكوكوسا ويجي فهم إيسا تفي عن إسكولكي مركي قشي وحا أوفد ودا عادي نيكو هذا شو إنجليشكي marka dhaqtarkii marka la xiriiray waxa la yiri ilmaha way dhici kartaa inuu hadalada aanu karinin oo stress buu noqonayaa oo hadal badan baan u kareyno xataa dhaqankiisa isbedelaya waa garte marka dhaqtarku wuxuu igu yiri hadana lix bilood ka dib baan eegayaa marka dhaqtarku waxa rabay inuu weydiiyo waxan ma mudeer guluugo muxuu yahay sama fresh way soo siiyeen laakiin walaal ku cilm maxaa waa ereygana fa air blue haa air glue wax laga hubi yiraahdeen oo qamaro ilmaha ku dhaca weeye haa glue haa air glue haa waa hagaag imaanay ku yara jir khadka insha Allah ta'ala dhaqtarku suu kugu jawaabo hadii aad doonaysid marka inaad macluumaad dheeraad siisid aan isku weydaarsataan walaalaha kale oo daawanayna ka raali noqdaan hadaan qof ku dheereeyna khadka taleefanka qof kasta oo soo waca waa muhiim waa daawo qof walba qofna ma doonayna inuu boobsiino amasa أنا ما ركتي حقيقة أنا سينود القات إن شاء الله دكتورة. إن واحد جرتو إن هدي أحس إن هذا الذي أما عشر كي وحيوان بعديني استاكيو تيوب تيوب كي أو دكتور كسب بحاي إلا دون تيمان هاي عرورته هو إنفكشن كوجو بدن يهاي أو مشاكل كوجو إيمان هاي تبراس أيام حن كلها ضرب ضرب وطالع ما وطالع سي أو ما فوررتو سي أو وحي أو صعلان أيضا أيام مرارك غارخود بوحسة ميسو إلا أي بوحسة ميدل إيركا دي كان دحدة كاس واي كان إلا رهاية قلوغة أيضا قبرد أي شيء قيسو مارك كاسا مشاكل كوحوك يعني برشر كي بنانكا عداديسكي لواغة سو قلاي ميزاميد دي أي ميزانيت إني لنطو هذا مركه تاسع مشاكل اوكنتي لكن اف صومالي موكو هاد ليس اف انجريس او فضوت استرس يو كاس اثناء علمي غونيا واي ان هل ديك او ساس نوقتينا هل ديك كان ليس لا ودا ماها ان مخان كو دها مركه سو كلا سبيتش ثيرابيست ها نوقدان اما سايكولوجي ها نوقدان وخا حدا سو بخا او لي جيره ان دقاتيرته او قابل سن سايكولوجي علم نفسي او انفنت وخا لها عيالك قابل سن اجرو kuwaas ayaa lala xiriiraa oo sababta language ee tan easy ugu tahay tan ayaga kala saari kara iman ana waxa walaal ku maqlayaa maxaad inta raacinaysaa jacaysan dhaqtarka weydiisid waxaan raacinayaa waxa ay ku yiraahdeen waa wax ku xiran shape ilmaha madaxdiisa markuu weynaado laga yaabaa inuu ka baxo marka ma wax deen future-ka ay wadanayaa ilmihiiba ma wax sabaya ان دكتور كروان ويديني ان واصحسنت هاي دقاتيرته هادلك اي كودهين ويصحسين waxa hadana abd al-hafid aanu sheegay waxa waa tubadaas markuu qofka weynaado madaxa uu weynaanaya tubadi halaway boosashinkii dadku taalay ay waxa aadaysa booskii loogu talagalay dhunta ay aade waa baabaaya waana runtood dhaqaatiirtana way saxsanayeen Okay, well, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Inshallah, I'm not sure. Thank you. Iman from Bristol. Now, I'm going to talk about the video. I'm going to talk about it. Inshallah, ta'ala, Lord will tomorrow. And I'm going to talk about it. Inshallah, ta'ala. Hello, Qaf. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalamu alaikum wa barakatuh. Sulu, wala, maga'a? Sarah Hassan. Sarah, how are you? London. Hello, assalamu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبيان دكتور كبان سلام يا وسلام واحد كرتوه يبين حنون سنة سواء ما بأي درجة حنون لبلد دقوت بحنون يا ما خا دقوه وشان قل يا ما ذا حق كوريك دري مسا ما ذا حنون بغن هذين كل ما سيحن كرتوه ما خا وأنا قف وين وداعي ما خا ما خا دكتور محاط على وفدين يا هو يدي سهر هو يمسي جرتا إلا سديت ما شاء الله دكتور ملوجي ملوجي دكتور ملوجي يوكي دكتوركو ملا باري محي باري ثاني دي لازم نجيله باري هذا نوصل لبارينين دكتور كله هلا إن شاء الله دكتور هو دور تلك استوى في عام تبعه ما هو مركز إنفكشن بيا لنا سادة عام بعدي ليه واحد أنا كم بديش مركز تو دمتي ويحنون سافين كم سياحن كرت شن قد بغن في مقلصة إن كل علاقة يعني وكل مودي يا بيدا ذا
هذه infection أي غاضان، وحقات هلسع infection كأنه جاره ماسك حدا. واقرت. مركا مشاكل كانوا كسي بدنايا. حنون كلية معته من إنجايتس وحلا رهاي أو infection كده عاي حب كدبوله إيشك ماسك حدا. بيها كده حجر اللي بحبه بعد دبوله أي إيمانكر. أما جدها حتى ماسك حدا وإيمانكر حتى قلل أي إيمانكر أو مشاكل فرد بدنا إيمانك. مركا إن لا وإن لهلا. سبب تأي إنفكتشن كوسو نقولي إيمونيتي ده الدفاع محاكر عاي علين لأيه أنتبيوتيك لما رول بروبوت عينا أنتبيوتيك ده قار كمدة يداوين قار كمدة وعليهن سن أيكون عضان ديك تلف تركيز لا وعي جارسين أيان ده كأدو استعمال أسبرينكا رواقا هذا الشيء جايو أيو مشاكل كاس وأوكينا أسبرينكا أدو بدن أول أدو استعماله ومشكلة ليه يداوين كقار كمدة marka waxaan dhilaha bal dhiga laga qaado hal la fiiriyo maxaa haya oo hoos u dhigay difaaca jirkeeda hal la baaro then markaas infection soo noqonay suusan maskaxda u gaarin hal laga hortago waxaaga xar waxa ma qashan xartarka uma leenay haad walaal haad jacsal adbu ma dhilna ho ila allah asmaad iyo maasanta khayr qaada shabaab amin jacsal allah ma khayr ayaa ka maasantay waxaaga khas galo ku xiga salaam aleekum wa aleekum wa aleekum شنو والله مقعة؟ مقعية مقعة؟ مقعية عبد الله عبد الله حكيت وقتها؟ لندن شنو برامج كل سعد عبد الله؟ والله سعد عادي عاد عادي أختك برضه ما كروي دين سلامي عليكم السلام عبد الله إذن واحد استني هو ودنا كم كودي أنا كن سعودي فعشان يكوفي فعشان الأرضي متفعل كذا لا تورك واقرتي مكان واحد بعضي إن لو ده يقول أو حكم قلوا لا يستحب بلود أفر بلود زين حاجة ما نميت وده كان نميت مال مال ما حكم يلعنوا إن بوقنا يستلجوا أيام صوحي واقرتي أنا الأسلوب يتقى إن الله هاي زين واحد بعضي دكتور صوحي تقى الله هاي دكتور تقى فلاد واقرتي وان وغير أكو حالة وش أكتب بديكتة إن بقول كي بتواكل يشم إل عن الله واقفت تكلم إلا إيو بقول كي بتواكل يشم إل عن سيدوك لها مركم حالة يقلون كراس لها أختك أبو جلال مركم نختار موسك سيما دام رأيك سلالة لوسي نختار أصبح حاجة نختار أكو يمركم وضر قوساس يمكن حوسين ها و اوكي ان محن كلها ان ولالكي وحن اوجي جواب لها عبد الله الله عبد الله ان انغا دواقه ام مقلنو قيلده 20 كبغلاتا هرتز يا الا الا 20 كن هرتز انت ودخيسو ان مركا هدي قريق لا تورايا اما محن كلاشنيكوفكا مدفوعه أصير مدفع ولا سوق وكوسة وضاي قريقة لطوراي بقولي لباتن واي مدفع أدي غياس مرك وكسب بدنيا إلا أنا قلنا لو ححملي كنا لباتن كون بقولي لا مرك كوجرت لو أنا لقيت صن قنن أي جاراية نسيب ولا يهاي أدي مدفع لو أي وكانن أي وحو كان إن ميت تضوات نيشان لو معنا ابن نقط من لباتن نيشان مرك نوعا أو كلا لو عن أو برمن أنت أو يها واحد نقطة وحواي كوا أيدك أو هدايا يشيء oo dheegaha la galiyo ayaa la isticmaala si aysan wax waaysan u si uga sii darin marka mashaakiil aad nasiib u leeyahay inuu dhaco oo dhaqtar uu helo haddii dhaqtaradii dheegahi baarto la helo cilada wa mar hadii ba cilada la helo waa la sixi kara marka waxa jira qalab lagu rakibaayo oo caadi ahaan uu isticmaalaayo ay qalabka sanaan kula talin laha in loo sameeyo abdullahi أختارك ما وصل لي ما أختارك مت بناك الأوراق مس بتقولها لو كان ركبتها أوكي تنسأل هذا وين أحسن واي وحكي حرنتهاي
إن حد بمشى روع مركز وكجرو دكتة سدح ميلود واي هدي روع وياه إلا نرفها تن جودها لو ركبا لو ركبايا هدي تن دحيح أي تهاي إلا تنبنانك أي لو ركبايا سير رواق أو لو أمبليفيكيشن مركز إيه إن تيدا أيجا إكزاكت اللي كسينا يا قامد كوها بونيت مركز وراك سلو شيء بكرة لو كنترول كرة een wararka waxa lagu kontrolay harta hada saaxiid maqalka saaxiid qalbka isticmaashid tartiib tartiib ayuu u yaraanaya laakiin inyaalna way jiraan oo ku saxaya di wararka uu zaaid yahay een intee ayuu ma kugu dhaca maalintii ama bilihi intee jar wararka kugu dhaca taasna way ku xiran tahay okay aad u maasanta hadii aan idin imaado kale ma idin kastaan kaslaada maxaa la dhaqtarkayga markuu idiray kuwan dhagaha waxay yidhin waxay yiraahdeen anaga wax ma ka qaban karno ha 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 annaga in maxaan ku dhaha kuwa aad u wanaagsan oo si degdeg ah insha Allah ayaa lagu la xiriirin kara hadii fursad ay heshid oo aad noo timaadid wa ma xantiin adan ma billahi khayr Allah ku sii ilaahayna caafimaad ku sii adiga asxaabti kala wa hagaag doktor wa maxay sawirka ay ka shaashada saaran oo dadweynuhu daawanayaan okay in kan waxa waa dhegti oo qaybta oo banaanka hadda ka imaanay tubadi waaye meesha ay qoriga dadka gelinayeen oo wasaqda ka sakaasno hadda ay waa timbanihi meesha durbaanka dhawaaqa saan u galaaya marka uu dhaqaajiyo oo dhaqaaqo maxaan ku raa timbanaha ama durbaanka lafahaasi tii yar oo saddexda isku dhigan u dhaqaajina ayagana waxay sii garacayaan maxaan ku raa cochlea bluga ayaa dhaqaajinaya dhawaaq gariirkaas ay gariirinayaan ayaa dhawaaq loo bedelaya nerva ku dhigan nervihi ayaa qaadayo oo geynaya maskaxda maskaxda qaybta la geeyana way tarjumaysaa ama wixii dhawaaqi hoosna waxa ku yaala oo ka baxaya tubad istaaki tubka la dhahayo waaye oo u sameynaya miisaan pressureka cadaadis ka soo galaya halkan iyo cadaadiska hoos ay miisaamaysaa tubad aan ku sheegay oo cunug yariiska day ee ka halaysnaa la sheegay habkan ayuu dhawaaqo u dhacaa san exactly habka uu dhawaaqo markay soo gasho deeyaanka uu soo galo ama dhawaaqo soo galo tubooyin ee wuxuu dhaqaajinayaa lafahaas lafahaas waxay sii taabanayaan laftaas left no cochlea la do blue ah taasna waxa ku xiran nervihi nervihiina wuxuu sii gudbinayaa codku gudbinayaa isla blue ga saddexda dhinac oo wareega ah mujada hadda signalka saas ayuu u gudbayaa nervaha loo gudbinayaa dhawaaqaas oo dhan waxaan oo dhan hadhu waxa fasiraayo oo dhawaaq ka dhigay oo kale saar saaray hadal ka dhigay waa maskaxda maskaxda qaybta communication ka oo parietalka ayaa gudbinaysa marka habka oo u soo galaayo habkan waay dhigta doleelkaas ku yaal meeshaana wasakh gasha in meesha caawatan aan ugu socdo oo aad muhiim ku ah wax waay waxa wasakhda meeshaan dhigtaan tubadan ka dhex sameysanta in aan dadka aan loo isticmaalin qori iyo in machine ayaa jira oo lagu nadiifiyo ayaa jira halka waaka maskaxdi ayaa loo gudbina qaybta maskaxda loo gudbiyo ayaa tarjumeyso oo ka dhigeysa dhawaaq in aan kula hadlooyo iyo hadalka macnihiisa maskaxda sameysanayso laakiin waxaan oo kala odhan oo dhacayaan waa mekanismo habka ay u dhacayaan maqalka waay doktor aad baa maasanta khayr allah ku siiyo waxa igu soo dhacday fatabaraka allah wa ahsanul khaliqin glory to allah the best create wa hagaag khad kale ku xiyo salaam aleikum hello ha salaam aleikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawol al magaca waxa magalid xagee joogtaa london أم خالد برامج ولا شو عطا؟ ها وانا صارت أنا حلو هنا ودي لونتا بسيط لونتا. سؤال لقاه النص وهرمان هدا ودي هلا وتنا تعال ضو وقت ولا وكي جوابنا. أم خالد؟ ها. ما يبغى شيء. ها ماكو مغلي لكن ده ما ما هاي لكن عربي لونتا يا فقدت حتى أنت ولا لقاه هنا ودي. وحقاك وحن جعلها إن شاء الله تعالى برنامج شدنا كلا أرماح صدقي بقارتيد خير الله كسي عفو مدن الله كسي وكاقا ما دعني أخي بقار الشهد أم خالد from London خادك الله وكحيك السلام عليكم نعم هلو نعم عليكم عليكم السلام ورحمة الله سولو ولا دوه قمارا وحي حنوني لبدا دقود حيكو حنوني سا لبدا دقود ها مقعاك واغرتي فوزي حاجه جورجا لندن واغرتي سودا و دنيا
فوزية سفعة كوما مقالة ماشي هراد جوكتي كسويرا لغا مرادة مقالكو إلكي يا لغا مقالة إيجا صوتا قلقا مقالكو إيجا لغا مقالة إيجا صوتا ايه دكتور ما فهمت ان لقتا والله سو دغاي حدانا مركزتا كان سو دغاي ترى مره حدانا مركزتا حنون اي ماده واو اوكي ان انت جوجتا ماركا لندن لندن الجزائر ان لقتا واحد وسخي واحد ما كان ايمادان ما يحكم ما ايمادان مثل ما في عندنا واحد وسخ ايمادان واحد مثل ما مرك ما لا فيري وسخ مو كجرتا دكتا ما لقا جيري ويجي تشتري لا تقول لي مثلا ما تقول لي الا بخدمه الباه انت ما هو باه انت لا قاعده طيب بهال ها ان دد وحاجرو ان مخن كلها دكتا دربي تبدي aad waxay u soo saaraan dufan dufankooda zaid ah dadka qaar kood dadkan qaarna waa iska dhaxdhaxaad ayadu waxay u badan tahay marka dufan zaid ay soo saarayso dufanka zaid ay soo saarta wasaqdi banaanka ka timaado unugyadii dhintay iyo timaha ayaa waxa ka sameysma ama dhukayda ka sameysanto taasna waxay ayaa mar walba sameysmayso in saas daraadeed u dhahaayaan mar walba nadiifisa u baahan tahay oo waxa soo galay marka in la nadiifiyo marka in soo qori ku nadiifiyo horta qori in aan isticmaalin okay. tan kale hadii isticmaali kartana olive baasha dhahan laba dibcood oo kale ha laba dibcood maalintii saddex jeer ama laba jeer ay ku shubto in way qaboojinaysa dhigta hadii ee baashaas ay jirtana automatically kaliyad ayaa tartiib ay iska soo qulqulaysa hadii ay wax zaaid ay jirtana oo macna uu sameys mooyana anaga agteen waxa laga helaa mashiin insha Allah waa loo nadiifinayaa waxaan la siinayaa daawo xogaa yareysa oo dufankan tirada badan ay soo saareysa yareysa ayaa loo qoraya Fawziya walaalaha maqla khayr Allah qosiya dhaqtarku wuxuu ku yiri aan taladiisa soo taasa hadii aad doonaysaan anagu dhaqaatiir ahaan Soomaali ka ahaan ku nadiifsanana insha Allah taala taleefankeena iyo adreskeena qorana soo booqo daawana ku qorina waa mahadsantahay haya boo mahadsanta thank you you're welcome wa haga khad kale ku xiga salaam aleekum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوره ولا ابو مقعد؟ محمد قال لي دهور. مقعد هناك اسم الله ده حق جوكتا. وحن جوا ميلتون كينز. ميلتون كينز. ها ولا. سوره وعمي برامج ولا سعوتا؟ ها ولا صفع ولا صعد ولا. سوره ده سؤال شو الوضع؟ والله حن جت دكت مال سنة كان جزء سوحة قد أركي ده عن مركات تختار قوتي أنا وحي ويجير دكت وخبر لنا تهاي. مركي دكت برتنا وحن سواركي جيكو مارت مقعد مركي أنت عفتو ده عنك. aan ku taabto korkay inay tahay laakiin aan baas oo kale waa hagaag ya dhaqtar way barastaa aan baasna way yeelataa hal degmiya ya hal deg kaliya hal deg kaliya waa dhaqtar maratay midigtaa way ha aan baaro banaanka aha aan baar banaanka ah iyo maratay korka maratay dhaqtar korkeeda ha 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 waa habba suuqa maratay dhaqtar maratay qofal boo dareemaya inay dhabtay barantahay oo leegta tan magaalka banaanka magaalka banaanka ha ah okay okay wuxuu okay walaal waxa qabta xasaasiya maxaan ku raad dhinacaas ah ayaa qabta waxa jira daawooyinka oo maxaan ku raad cortisone la dhahaa garan leed ama bamatoin hadii GB ga u tagta uu ku soo qoray wax ma jiraan waxay soo qoranay metoshin oo 30 gram ha haye ma marisay waa mariyay bishan laakiin way papaad laakiin taa ku tiiyo way barabaysaa si barabaysaa wana cambaartii kala yelanaysa hada ha okay ee waxa wanaagsanaan lahayd in si fiican maxaan ku lahaa blood test dhiga laga qaadi lahaa immunity difaacis wixii si fiican loo fiirin lahaa ee maadaama la daaweeyay hadda soo noqonaysana in si fiican loo daaweeyo hal mar waxaan ay ka dhamaadaan ayaan aan dhihi lahaa idinku hadii idin maado waxa ka caawin lahayn insha Allah maxamed ama santa doktor aad baa maasan taalkii thank you kaga bixay shaqada Allah ka caawiyo waaga khad kale ku xiga salaam aleekum hello ah salaam aleekum wa aleekum salaam waraxtullah soo walaal magaca wala lahay Soomaaliyeeda la yiraahdo adiga iyo dhaqtarka waa idin salaamay waa gartay xagee dunida ka joogtaa hooyo Soomaaliyeed Farmahan ahlan wasahlan walaal waka qaaday marka dhaqtarka walaal waxaan rabaa inaan weydiiyo gabar yar oo aan dhalay oo 10 sano jirtaa dhaqtarka laga hayaa
marka dhagta dilacday wasaq baan ku aragnay laba jeer GP gan geeyney waa gartay daawey yar oo todoba bari lagu dhibcinayo u soo qoray way fiicnaataa hadana waa ku soo noqotaa markii dambe wuxuu loo gudbiyay dhaqtarka ilmaha waxay dheer markay dhagteeda ayaa xuubka dilacay waa gartay marka waxay dheer sometimes ilmaha 12 sano intuusan gaarin bay isxiraysaa hadii kale operation yar bay u baahan tahay marka waxaan rabaa dhaqtarka tala inuu iga siiyo hadda marka ma dilacsan tahay way dilacsan tahay ha 12 inay jirtaa maya maya hadda 12 sano jirtaa okay ha okay een maxaan ku dhahaa waa runteed waay مدام عرورت الانفكشن فربضان اوجرو حوبك تنبانها قربان توكلها بضانا مركي انفكشن وحيارو كل عويد اللعضة اما واجه حانتا انفكشن كاس وصونو نقلها مشاكل اكينا لكن اله امر كيسا حدنا هو اسحره لكن قوفوين هدو كل عوه سيسكو حرتو عادكتا marka xaq ilaahiyan ayaab ilaahi u difaacay caruurta oo meesha dab mar walba soo xirmaysa waa mar walba waxaanay ku dhacaan in hadii in maxan ku dhaha mararka qaar kood dad qaar ah jiro ama ciyaal qaar ah jiro oo xaq mushaakil nooc kale ah jiro ama unugyadooda ha noqoto hadii ay xirmi weeyso markaas operation yar ay sameeyaan way xiraan marka kaas oo kale waa lagu sameyn kara oo waa loo xiri kara hooy Soomaaliyeed waan maqlaa fiiri abba wax kalan ku weydiina ma marna waxay dhaadaa hooyo dhagta waxba kama maqlaayo okay hadii dilaacina wali wuu jiraa ha dilaac wuu jiraa okay ha abdixaafid hadda mekaanismaha ama telefishinka waxaan u tusayn waxay ahayd haddii tambaani kadi amba uusan jirin oo meel dalal uu ku yaallo hawadii intee gale iska dhex galaysa hawadii meesha galaysa bareshirkii iyo banaankii wixii ma jiraan marka waxa la rabaa markay xiran tahay lafihii gadaal yeelay ayay garaacayaan kuwaas ayagana waxay iska intay garaacaan waxay kokleeyay geedkii lahay oo maqalkii ahaa ayay u gudbinayaan hadda marka kaas daraadeed ayaa keenaysa in uu maqalku uu yaraado ama uu eber noqdo taas laakiin hadii la xiro hadhow hawadii waxay ku dhacaysa timbana timbana hila fiyu graasinaya hadhow waa wixii dhawaaqay caadi ah loo maqlaaya hooy Soomaaliyeed waa mahadsantii walaal khair Allah isiiyo aamiin aamiin taa shukra ku rujinaadii tarba insha Allah khair Allah ku sii hooy Soomaaliyeed from Birmingham khad kala ku xigi salaam aleekum aleekum salaam soo dhow walaal magaca hooy Soomaaliyeed ana ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan soo dhow aan xagga dunida ka joogtaa London برنامج كولا سعطة هاي سوماليات ها ولا سعطة دقها محد جعش انا اخترك ويديسي انا جعلها دقها انا قانا كجران هاي مارك دقها هو اقلالين واقرت اقلال لانا تن او مدكت سفي عاو حوق ممغلو واقرت الا اي مساي وحانو سعودين مارك اذي وحان الا لبسن الا سد حسن وي اختران تقاي جيد كحتا دقا لقلية السيين واقرت marka waxba ma iska fahmin doktor qalabka oo dhigta la geliyo oo wax lagu maqlay ay ku siiyeen ha ee mana ma hala ma iska bixisa marka ma isticmaalay sido ma isticmaali hadii dhaqtarku ku siiyo oo lagu yiri isticmaal oo aad isticmaalin far natiijada rabti ma helisi Soomaal ma dhigta xoga way qadhigi way qaldhiga waa labada dhigood buu qalalay yihiin marka ama waxaas leedahay qalaylka iyo maqal la'aanta ayaa wax isku xiran isku xiran ha marka waxa maqalka midah xoga aad wax uga maqlay mid kale waa ay fiican tahay laakiin labaduba way qalalayeen laakiin mid aan aad wax uga maqlin aad u qalalan okay walaal sabab ma jirtaa u diideysid qalabka inaad isticmaashid way sabab aan u diiday ma jirtaa dhagti markay xaga bariga kashkishtay ayna qalalan tahay waxna si fiican aan waxba uga diray waxaan sidaa meeshan cirbadaan dheer bay dhagti kaasi mudda ها اوكي واكو فاهمه في العيل وحان البدن وحب مشاكل كو مكين ايان لغاتيرتا كو قلوا ضد اد وحو سو برتي او كو سو دالي او يقانان او كو سو حلي مركا حوغا انا منتدو اذيقنا اذن يا اوان اكسنان لهيد وا استعمال شادادن استعمالين وحاسي سعون ايسو مقال يريدي ويسي كرديسا marka waxa uu ku wanaagsan dhibba kugu ahaato in aan niyada siisid oo qalabkaaga iska isticmaashid si aan dhigtaada aysan wali hoos aysan ugu sii aadin ama aysan uga sii darin magwayba qalalayhiin badagaa dhanba dhexdooda dhukay male waa qalayl hadday qalalayhiin waxaa isticmaali kartaa oli oliva ama oil ayaa laba dhibcood ku shubi kartaa si ya
سليد من أوليده سلي ها سليد من أوليده أوليف أويل أوليف أويل ها يا الله بدي بعود استعمالي كرتا أو كو قوي كرتا قويان لها دارب تيد لكن هجوجين إن ما حنكو لها إنا استعمال شيد غالب كي لغاتير تأي غورين ها كرتا أركض ساسة لهذا وحكى ها ها وحكى المجلان استعمال والله إن سي إيسا المشاكل كؤوسا أوبضان أما أنت أيها السؤال الخير الله كسيو وحن صح استمع قصلي هذه مقصلين إن شاء الله تعالى أساس وعجو الخير الله كسيو ليس سبحانه وتعالى عفمت بالله رحمة كسيو وهذا قفك لو كحية السلام عليكم أيه قفك حية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو نقولك مجا موسى ليرا موسى ها شو نقول موسى حكي جوكتا سودان برامش ولا شعتي برامش ولا صلاة شو نقولك وأنا هاي نيك أيا تايلنس. كيف عم؟ واقرتي. مركز نيك أيا تايلنس مدة أفر صناعة مركز واحد يقول درن طبعا مركز عن يتعاون عن دار فرع أو كان توب نيك هو يا مصار إلا مدة طبعا فرع ولا بس ما فرع ولا مغل قاد ريف ويا بق وأنا عط كر وقاد قاد تقص بقول أولاد أنا هون إيش مركوا لست إلا مركز لا أصلاً تأكيد مفاجئنا إن أحرم طلاتين وحابب غيلو شنقر ويشنقر إساءة إلا هذا هو سائل النساء سائل هذا بجوج يتابعين مع الوسط غير نساء وأنا مدق ومدق دكتور واتجي وافير في دين وحنا قارن ما لنا وصل ما مجرتو وحنا قارن ما لنا سائل هذا أسك عزيز منك سائل هذا أصلاً مركز لا تقدر أنا وحوي هردة مكا حلين إساءة هردة حقا مكا قصي ما وحوي هردة قصي ماش Okay. And what in Mahangula wa tinnitus ee lahan tinnitus waa dhawaaqa oo asaga oo maqlaay halig uu ka maqlaay. In han noqoto pressure ki oo ay ustaakiida hajiro ama cochlea gudhiisa mashaakil ha ka jiraan. In waxa jiro beta statin kanini beta statin la lahay ama kanini oo xogaa dhawaaqan yareey wax ma ku sidisin miya. ما وحب الله يمسين وحب الله يمسين مرك أنا عدك تحكرت حكنا قون أيام كلها هاي ما كل هذا قون حوي واحد برا هذا قون يا حرونا إيه ليك تبنانك هذا ما نبر كي هلا ما جدها ما نبر تما دونتها دونتها خنجر ها دونتها أوكي إن كاس إن إيه أنت هذا غاتيرت أما يسألكتن دونت مكافيرين ليك تام ماركين متوفرين مرتوا واسكت في حسيت لي مرتا. and فيري والله ليه على نواقع هل لك لي كم غليسيت مشاكل أجراء وها تينيتس إدعاء إنجليزكا and هدي ونمحن كلها مركا غاركوت هدي عط أفرتيد وبنانكا وبابينا يعطك بنانكا أمر هذه وحير أنا جابسيت أما وحونا دقيستيد وكوبا بايا تنكالو على سمينكر وكنينيا لاجرو أو يرينا يا سيدة بيتا هستاتين كنينيا لان سيدة ميليغرام وكالادو قاطة مالتي ويرينا يان إلا يبريود أي بابي إنا يان أو يرينا يان انتي إي واحا إيزا إيدي لاين هاد تلوص أيان سين لها يا موسى أوكي برشم نواقبا ديكاتكو مكيرا ديباتاتو مكيرا ديكاركا مراركا غاركود اللبادة ديقودة ييرا قو لواقن وكدوين يهي لواقن نوع كلا اواي وكيني كرا لكن تينيتس او لواقن او عاديق اه ما اها مدح وقوفك اهد وحنونو يشيك محان كلها انو مدح لان بوغ او كلا او كييرو ايا او امانا يا مركو ديكار او جرو لكن كان اشيكس واحال ديك واحد سبسيفيك اشيكس او لواقيسو aya ka hadlaysa kaas ma keenin karo ama saas uma yeelo calaamad uma aha dhikar inuu taas ka kali keeno Musa waa waxa ma qaban qaraa okay marka khayr Allah ku sii saaxib waqti badan baan ku siinay okay waa ma Allah ku caafimaad iyo saaxib waxa ka khad kale ku xiga salaam aleekum aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh suudo wal magaca abd hafeed waa ku salaamay oo musumaya la yiraahdaa walaal suudo musumaya xagee dunida ka joogtaa layta walaal ahlan wa sahlan walaalow ee dhaqtarka waxa weydiin lahaa in muddo badan baan dhaqtarka ka daba noqonay muddo 6 sano ah waa gartay ee mana dhagaha xanuun baa iga haysta waliba dhagta midig bay u badan tahay mm scan waa la iga saaray walaal
إسكان كوح وشيء إن أنا وحبقة بين الدقيه وحولي هلا بدأ دقود وفي عين. واقرت. At the same time أن حنون بندريمي يا مركز تي ما دحورا وهاي هدان تلفن كجانت وكل ما باستعمال بقى. هدان قبطان إميد اللي وين تلفن قدميه. واقرت. مركة ولا لو دب كاسة هاي است مركة دختركم حويدين لها ما دام أيجي ليه هندقها وفي عين أن حنون أندريميو. مرك أولي ليه مرك هبدا أتكه الليسان وعلى إيه قري عادي مدة دقها الغش مرة وعلى إيه قري وحنانا كما في عنادة مرك إن شاء الله إنت أسانكو يدين لها ولا لك هين عن وشيك لها أدقر وما تسنتها ولا كوي رجل المسلمية سيادة ذي أختركو أوضاقي بسطان إن شاء الله إن شاء الله ولا إن المسلمية وليه مرك حنونك يا جرو حنونك بقى هايو لبدا دقميا مدة مدك بقى بضانت هاي اوكي ايغانا سي تي اسكان كي وخي وخبو واي كوايين وخبو واي كوايين اوكي دواقنا ما لها مي دواق ما لها لكن مركي مارت هذا مركه اروسيده لا تقو كان مركي دربانك لا تمايو ها بوغا ادانو كو ديبتونيا مدخي حنونيا بس وحي نكوني ماشي مرك ان كا دهرادو اما ان سكغا وتو تي في كو كلا مركه قاركود لو يدبا لكن مدخ ورر جوقتابن مركه قاركود يغو سمينيا اسمي من بورك وكلا مركا انقلها بيني مداس وحالك ايها بقى عليس انو يسوكرو اوكي واقرتي ان محانكو لها وها ادو ونكسنان لهيد انك سو ليديس اي جوكتو ان لغسي الا لحديريو مراركا قاركود كوا او محانكو لها اي انتيغا ان لغا وريكسود كوا كلو اي انتيغا ان لغا وريكسود او لو تاغو او مشاكل كلو شاقا سكن اوبينيون او كلا اني قادطا ايان ان ديه لها بركي مشاكل كويلو تاغن ياه وحكاستا اي سميسي سي تي اسكان ايو وحيابي اللي سمينو وحبوا لغا واي مركا سكن اوبينيون قادو او اي انتي كالي ها هلا ادو اوكي ان شاء الله ولا الادي هذا وبعد سنت جزاكم الله خير عبد الحفيظ نوك سلام ابو ان شاء الله خير بكورجي واهلاك انت سو كلنا كورجينا ومصمي اديك تاير ان شاء الله تعالى كلين الين وعافمد ان شاء الله ولا تقوى ربي اسكو دافن السلام عليكم ادي ادو ما سنت واهلاك ان شاء الله تعالى هل قفوا كلنا فرصه سينينا ودبنا ان سو كوبنا برنامج كان وحنا يدين كما علينا قيب غادشدينا اينا تليفونات تي في اسك بختيسن او سي توسا انو اسكو مقلينا او هل ما يمقشا أنا كنت من لي أن إذا مايلستون خير بالله الله ينسي غفك الله وكحيك السلام عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلو والله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحتى غفك يودن بيعاو برهنش كان يلقي بقاضنية كاقم هذا علمنا ما قاعد حقا سيجوبته والله هو السمالي هذي تقدر كوان السلامي سلو سأشى قبل حواي ويلي رادلي وشلت نجيره and he had ear infection أكو دعي couple of times مرك تختار كوين أو دقيه إنه جد بين تختار جد وين ممكن نقول تختار كده هاي مركو فيري دقيه يسي غلو كجرو أسرع هي والكلي كلير أو كلي جس كسب بهن كرا we don't need to do nothing for him like into سانكا هرتو into بالون بوفنا يو حسميو in the morning Miss Malenti Dorger مرك غلو جي والكلير أو كسب سمينا يا اوكي اگر تي ادو ما سنت ودو كاو اوكي مركا واس مين ناثين هيم هيلب كبعد 6 مانث كبعد ينقابلين وحدهن دغه عنق ماينر اير لوسا كو دعي مركا ايرن ايدا وخرينا اگر تي ولالي ان رال هو اصحاب لو سمي ان شاء الله تعالى barnaamijka waqti aan naga dhacay su'aashaadana way dheer tahay dhaqtarkii adigana abaar sheekista ma jiclaan laha nambarka iminka soo wacday ku soo celi barnaamijka soo koobayna dabana adiga dhaqtarku telefoon ku wada hadlo khair allah ku siiyo okay so you want me to give you my number marka no don't give your number on the air at same number soo wacday in 2 minutes 3 minutes time dabana dhaqtarka ka qabanayay okay oo kula hadlay insha allah taala
هذا وما حسنت هاي هيا دكتور وقتي أنت سعاؤ نوجيه أدي أدمك ومهد علنيا غير قال شو هذا برنامج كان أي برنامج شديك الله كان كبر هذه الأخاتير تكلموا فرسما ذو حاوي عبد الرشيد الرشكة أصقوا تلاقوا بحيي أما مركو يلا أصقوا يلا أكتوا حلي يجش ويجري سليم معصرة وصو هذا الكل جي أنا كلامه أنا عوي محمد سعيد الصحفي يقولي بعلي ناجي برنامج كان وحيدين سو صار أنا وعبد الحفيظ محمود شامع وحنا جعلها أوجيسيس مهمة إن لقيب صدر هدي الله أود لأو يرى هذا جل جلاله همينك إثنين تاسو صعطة برنامج كارمها بلشدة إيه تانو كلوكا بحدونا تيفيغا يونيفرسل سيدا عاديغا إيه لندن تايم فيت كيا أرن مهيم أه أو قلبي كستا أو صوماليا دارين كسامينيسا أيان وجعلنا هذين صوبان لغنا أرن تاس مدونينا كهر لعو لكن أهل يقرابو الشيغا تانو كلوك مندي نايت هدي ألا يرى هذا سيدا لاتن كبشا أيان نوبلنا هي تي في يونيفرسال انت كوريسا تقول الى هي مني السلام عليكم ورحمه الله. هذا من جزء عذر كان لليه فات فلحي لا اوبد حتى قفكي انت عنيي انت كبحيسي باكل بدن باكل هلكاس كاركيسا قبلها الصوماليد اني ادي ادم اركيسا دونتود وفي عنتهي